للأقسام الغلاف الجو الغلاف اليابس من حيث السخانة والعناصر والحرارة. القشرة الأرضية سخانتها أي سماكتها من 10 إلى 90 كيلومتر. الرداء أو الوشاح سماكته أو سخانته 2900 كيلومتر. لب الأرض أو النواة سماكته 3400 كيلومتر. العناصر التي تتواجد معظمها في القشرة الأرضية هي الألمنيوم والسيليسيوم Al والسيليسيوم Si. والعناصر التي تتواجد معظمها في الرداء هي المنغنيزيوم والسيليسيوم. وأيضا العناصر التي تتواجد في لب الأرض هي الحديد والنيكل. الحرارة عند القشرة الأرضية تكون معتدلة أي لا تنخفض ولا ترتفع، أو أحيانا ربما ترتفع أو ربما تنخفض، لكن في الأماكن في المناطق المحددة، وربما تتغير الحالة الجوية فتصبح متبدلة. الرداء تكون درجة حرارة الرداء 2200 درجة مئوية، وتكون درجة حرارة اللب الخارجي 5000 درجة مئوية، واللب الداخلي 6000 درجة مئوية.